السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم معانا شرح محاضرة رقم 3 ومحاضرة رقم 4 حسب ما نزلناهن بالبيديان. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة أول طريقة للتحليل الشبكي باستخدام طريقة المخطط الشريطي اللي سميناه بار تشارت أو تشانت تشارت. الطريقة الثانية هي طريقة التحليل الشبكي النتورك أناليسيس، أيضا هاي الطريقة لها اسم ثاني، يعني دي شيء لها اسمين. الطريقة الأولى أما أقول لك by using bar chart أو chant chart، هاي الطريقة الثانية التحليل الشبكي أيضا أنطيك السؤال وأقول لك مثلا solve withdraw كذا by using network analysis method، أو أنطيك لها اسم ثاني أقول لك by using critical pathway method. يعني ذن الاسمين يتبعن هاي الطريقة. ضروري تنتبهون الاسماء الطرق بالحل، لان ممكن انا ما اجيب لك هذا العنوان الرئيسي، اجيب لك هذا العنوان. هذا مختصر لكريتيكال باثوي ميثود، وهذا هو الاكثر يعني الاسم الاكثر شيوع للطريقه من الاسم الاول. تشمل هاي الطريقه طريقتين، اما التحليل الشبكي سهمي انه انا الفعاليات احللها على السهم اكتيفيتي اون ارو من هذا الشكل، أو عقدي إنه أنا أحلل على العقد النود، تمام؟ عيني يسمونها activity on node. فعندنا طريقة الـ critical pathway method أو الـ network analysis method بها طريقتين بالتحليل، أما activity on arrow وهاي الأسهل والأبسط وهواي، أو activity on a node، تمام عيني؟ واختصارها يكون بهذه الطريقة activity شارحة on يعني الحرف الأول من كل كلمة. نجي فوائد هذه الطرق ومساوئها للاطلاع، يعني ما مطلوبات من عندك. هنا طريقة التحليل الشبكي السهمي اللي هي الاكتيفيتي اون ارو، او اللي يسمونها طريقة الكريتيكال باثواي ميثود باستخدام الاكتيفيتي اون ارو. تعريف الايفنت الحدث اللي هو احنا الاكتيفيتي الفعالية، وشون نمثل الفعالية، هاي ضرورة تطلع عليهم، يعني هاي معلومات عامة لك انه انت تعرف الديوريشن لكل فعالية، احنا نحتاج مدة زمنية حتى ننجزها، تمام عيني؟ بهذه الصيغة. لكن أنا حتى أمثل الفعاليات وأوصل إلى نهاية البروجكت وأنطي السكجول الخاص بالبروجكت، لازم أعرف شلون أمثلهن بهذه الطريقة اللي هي اسمها شنو activity on arrow، التحليل على السهم. يعني أنا أنجز كل الفعاليات المحللة اللي خاصة بالموضوع وين على السهم وليس على النودات. نجي هنا شوف هسه لو تدفع تمثل أنت فعالية أي، أول شيء تخليها بوسط السهم، الديوريشن مالتها يصير اسفل السهم، تختلف عن طريقه البار تشارت والتشارت تشارت. هناك نسوي شريط افقي نكتب فوقه الفعاليه فارزه بصفها الديوريشن. هذه الطريقه لا، تكتب الفعاليه بالنص على السهم، السهم يكون الى اتجاه واحد، منين راح يبدا الى منين ينتهي، باتجاه السهم راح يكون باتجاه اللي ينتهي به. لكل فعاليه الها مثل ما نقول احنا اثنين نود، وهسه هاي فعالية أي لها اثنين نود، واحد اثنين، فعالية بي هي متصلة باثنين فتكمل اثنين ثلاثة، الفعالية الثالثة كذلك الرابعة. لازم كل فعالية بهذه الطريقة الاكتيفيتي اون ارو تكون لها اثنين نود، واسم الفعالية ينكتب على السهم من الأعلى والديوريشن من الأسفل. هذه الأمور ضرورية جدا عند التحليل والكتابة. يعني إذا أنت حللت الطريقة، أنا خلال يعني ما شفت إجاباتكم بالكويز والهومورك إنه أنتم ما تنتبهون لهاي التفاصيل، بالعكس راح تنقص درجتك كل شهواي، فضروري تنتبهون لهاي الأمور. لاحظ هسه فعالية النود بي صار شبي مشترك بين من؟ بين الأي، يمثل هو نهاية أي ويمثل بداية بي. طيب في بعض الأحيان نحتاج نسوي دمي. الدمي شنو هاي الفعاليات؟ إذا تنتبه هاي فعالية حقيقية بي، فعالية أي فعالية حقيقية، السهم مالتها حقيقي واضح تمام. لكن يمتى نسمي الفعالية الوهمية؟ الفعالية الوهمية أول شيء السهم مالتها ما يكون حقيقي بهذا الشكل، وإنما يكون منقط. اسم الفعالية ما يكون بهذا الاسم، وإن يعني نفسه لكن نضاف لفوقها داش، يعني أي داش، بي داش، سي داش، حسب تسميتها. الديوريشن مالتها ما لها ديوريشن، صفر، يعني هنا ما لها رقم جوه، تكتب فقط زيرو، لان هي لا وقتيه، فعاليه وهميه، الغرض من عندها نضعها حتى نكمل خطه المشروع، تمام عيني؟ يعني شلون؟ مثلا انا قلت هسه فعاليه دي، فعاليه دي
تبدي فعالية دي بعد انتهاء، هسه فعالية بي امتى بدت؟ بدت بعد انتهاء اي، لو وراها قلت فعالية دي، فعالية دي تبدأ بعد انتهاء بي وسي، تمام؟ دي طيب اساني اي عندي، اوكي بي عندي، زين السي ما عندي، زين انا شلون ابدا السي واني الدي؟ انا قايله الدي تبدا بعد انتهاء البي والسي، زين سي ما عندي، فهنا تسوي الفعاليه الوهميه بهذه الطريقه. هسه ان شاء الله راح نجي نوضحها. الفعاليات السابقه البروسيسنج اكتيفيتي والفولوينج اكتيفيتيز للكريتيكال باث واي، اللي هو شنو تعريفه؟ هذا تعريفها مهم، هو اطول مسار زمني للفعاليات المتسلسله من بدايه الفعاليه الاولى الى الفعاليه الختاميه او النهائيه للمشروع، تمام؟ يعني الفعاليه الحرجه اللي وقع على المسار الحرج وما يمكن تغيير يعني مدتها. طيب احنا نسوي اكثر من مسار حرج ونختار المسار الحرج الاطول اللي نحقق به، العفو الاقصر اللي نحقق به كل الفعاليات. والفعاليه الغير حرجه هي الفعاليه اللي ما تقع على المسار الحرج. هسه راح نجي نوضحها هاي القوانين، بعدين من نطبقها نحتاج نوضحهم الهن. هسه خلونا احنا مبدئيا نشرح بهذه المحاضره فقط طريقه رسم المسار الحرج. لاحظوا هسه هنا، بس خل اشوفكم هاي الطريقه بالمحاضره اللي بعدها. لاحظ خلينا نمثل الفعاليه الوهميه، تمام؟ لو انا قايله هاي فعاليه اي، قايله فعاليه بي بالجدول الك تبدا بعد فعاليه اي، اوكي فعاليه سي تبدا بعد فعاليه اي، تمام كلش مضبوط، هذا نبدا الفعاليتين. وراها ايش قلت اني؟ قلت فعاليه اللي بعدها دي تبدا بعد انتهاء بي وسي، بي او سي تنتهي وياها. طيب انت هسه هنا اذا تريد انه تبدا وياها هاي بعد انتهاء بي وسي، ما يمكن تتابع الفعاليات، لازم تترابط. فشو تسوي؟ تسوي الفعاليه الوهميه. لاحظ اول شيء خطها منقط، ما يكون صلد، ما يكون مثل ال يعني مو مثل الصلد لاين. نجي على شغلة ثانية، ما تتسمى الفعالية باسم سي، يعني صريح، أي أيا كان رمزها لازم تخلي له داش. ثالث شغلة ما إلها وقت، يصير وقتها زيرو، هاي شكل الدمو مالتها، تمام؟ نشاطها يسمونه لا وقتي. هاي بلاحظ مثل هسه هاي هنا عندك هاي الفعالية أي، فعالية بي، فعالية سي، أعطيك الجدول ترسم لي إياها، فعالية دي تبدي بعد هذا، أقول لك فعالية إي. وش اقول لك عليها؟ فعاليه اي تبدا بعد انتهاء دي وسي. طيب انت دي اوكي، بس السي انت ما عندك ارتباط وياها، فشو تسوي؟ تخلق فعاليه وهميه تربط لك بين السي ونهايه الدي، حتى تقول انا من ابدي اي بعد نهايه الدي والسي، هاي انتهى مذني وهاي ما راح تاثر لك على المسار. نجي لو قلنا المسار مثلا شو اللي سلكه؟ خلنا نجي على فد طريقة بيها مسار فقط حقيقي، ما بيها مسار وهمي. هسه نجي هنا مثلا المسار مثلا الكريتيكال باث واي، اما يمشي اي بي مثلا دي او يمشي منها اي سي، فهنا المسار. طيب اذا طلع لنا مسارين، يعني منو المسار اللي نختاره؟ يعني مشيت الى مسار من بداية اول فعالية الى هنا، وهنا من كذا الى اول فعالية الى هنا، طلع لي بهذا المسار الاول اذا مشيت مثلا التوتال بريود مالتي يعطيني مثلا 16 داي، وبالثاني يعطيني 13، من اللي اخذه؟ اخذ اول 13 داي وهو اللي اعتمده، اسميه هذا المسار الحرج. جدا مهم تفهم هذه المعلومات الرئيسيه، تمام؟ هاي المعلومات جدا ضروريه، لان على اساسها انت راح تقدر تحل بقيه المعلومات، اذا ما تعرفهن ما راح تبدا تحلهن. نجي عندنا طريقتين بالسير حتى نحل، عندنا طريقة الفورورد والباكورد. الفورورد انه انا امشي من اول فعالية الى اخر فعالية، والباكورد انه انا امشي بالعكس. فدائما من يجي هذا السؤال بهذا الموضوع ينطلب من عندك عدة مطالب، ارسم لي، احسب لي التوتال بريود المدة الزمنية للمشروع ككامل، ارسم لي الكريتيكال باث واي، انه انت تكتب بعد ما ترسم وتكمل رسم الشبكه الخاصه بك للبروجكت تكتب الكريتيكال باث واي، هو مثلا اي بي سي دي اف جي. بعدين تطلع لي مثلا، اطلب من عندك فايند الايرلي ستارت والايرلي فينش او الايرلي ستارت ليت ستارت لكل فعاليه.
هاي القوانين انا نوهتكم عليهم مسبقا انه هي تنكتب ضمن القوانين المطلوبه، وشارحتها انا ضمن القاعه. البدايه المبكره الايرلي ستارت تقصد بيها هي اول وقت تبدي بيه الفعاليه، تمام عيني؟ طيب ننتبه على موضوع ثاني، والايرلي فينيش هو الـ الوقت الابكر اللي تنتهي بيه الفعاليه. بس احنا الليت ستارت هذا نجيبيهن بالفورورد، يعني نجيبيهن بالاتجاه العكسي. فهاي القوانين الاربعه ضروره تكتبهن، هو عباره عن الليت فينش ناقص دي، والليت فينش هو الانجاز المتاخر، هو الليت ستارت زائد دي، تمام عيني؟ هذن ضروريات. ذني عندك سهلات تقدر من الرسم تحسبهن، اللي هي ايرلي ستارت والايرلي فينش. ايرلي فينش هي عباره عن ايرلي ستارت زائد دي. زين، بعد ما حسبت ايرلي ستارت وايرلي فينش، اللت ستارت شو راح تسوي لك؟ تحسب اللت فينش ناقص دي. طيب اللت فينش شلون تحسبه؟ هو عباره عن اللت ستارت زائد دي، يعني عندك هذا وهذا، ذن تحسبهم بالمتاخر يعني بالفورورد، يصير بالاسفل. هسه راح نجي نوضحهم، هسه راح نجي نوضحهم وين يصيرن. خليني اعطيك شبكه معينه، لاحظ هسه انا اوضح لك اياها يعني هنا. هاي شوية طريقة، هاي هنا الرسم، لاحظ هذا الكريتيكال باث واي، هالشكل الرسم تقول لي يا بهذا الشكل طلعناه احنا وين الفعاليات الحرجة. هسه احنا ايش قلنا؟ عندنا اي دي اتش اي، تمام؟ اخذنا هذا المسار. طيب ليش اخذنا هذا المسار؟ ليش ما اخذنا هذا المسار اي بي اي يوصل مباشرة؟ عندنا هذا المسار الثاني اي بي اف جي، وعندنا هذا المسار A B F العفو A C G، عندنا هواي مسارات. طيب أنا شو أسوي بالامتحان؟ طلعهن كلهن، وكل مسار احسب له المدة مالته، يا مسار ينطيك مدة أقصر أخذه. يعني هسه لو أنت تجي تحسب الأول واحد، اللي أنا مثلا يجي طالب يقول أنا راح آخذ هذا المسار A B E، احسب هذا المسار ايش قد يطلع، وارجع على المسار الثاني، احد شخص ثاني يقول راح اطلع المسار الثاني. انت ما يصير تطلع مسار واحد، غلط، تطلع كل المسارات وتختار المسار الاقصر. هنا أنا بالحل انا اصلا معطيتك المسار الاقصر، انت لازم تطلع لي كل المسارات، تقول المسار الاول اي بي اي ويساوي المده مالته بصفه، الثاني اي سي جي، انت شنو هو المسار الحرج؟ هو المسار اللي يوصلني من اول فعاليه الى اخر فعاليه. اي سي جي اكتب لي اياه، اللي بعده تلقائيا اي سي جي. بس انت هسه تقول لي اني اي سي صحيح، بس بما انه الجي ما تمشي الا بعد ما تمر بهذا المسار، فلازم تمر هالشكل اي بي اف ومن هنا السي، فراح يصير اف شنو؟ جي. المسار الثالث اللي هو هذا اي دي اتش اي، تاخذ هذه المسارات الثلاثه تطلع لك من الحل، لكل مسار تحسب بريود، يا اللي يعطاك اقل مده زمنيه تاخذه، تمام عيني؟ هذا ضروري جدا تنتبهون المعلومه. هسه نجي بعدها، لكل هاي الفعاليه هسه اي الرقم اللي ينكتب هنا فوق بالاعلى وين انا اشر، هاي يمثل لي ايرلي ستارت، هذا يمثل لي هنا ايرلي فينش. الجو اللي راح ينحسبن بالعكس، من راح نرجع بالعكس، هنا يمثل لي let finish وهذا let start. let finish let start. الايرلي ستارت هنا أنا موجود، اول قيمه دائما لاول فعاليه 0، ف0 زائد الديوريشن 4، نجي هنا 4، 4 زائد 6 اعطاك اول رقم، وراها 4 زائد 2 اعطاك هذا الرقم، بعدين 4 زائد 4 اعطاك هذا الرقم. إذا اجت فعالية صارفت عندك، عندك فعالية جي مثلا، هسه فعالية جي، فعالية جي كم فعالية يرتبطن بها يلا تطلع الجي؟ الاف والسي. نجي منها يا رقم بالفورورد، انتبه بالفورورد، ناخذ الرقم الأكبر، يعني مثلا هاي منها انطتك ايش قد؟ منها ايش قد انطتك؟ انطتك القيمة مثلا، خلينا نفترض هنا هسه هاي انطتك 7 تبدي، وهاي انطتك 5، وانت دا تمشي فورورد مو باك، فوق يعني اتجاه امامي، فيا رقم تاخذه؟ تاخذ الاكبر. هاي تنتبهوا لها ضروري جدا المعلومه، اذا صادفتك فعاليه من الفعاليات المعينه
مثلا هسه لاحظ هاي الفعالية اللي هي جي مرتبطة بين رقم 4 وبين رقم 7. الفعالية جي حتى تنشأ وتكمل لازم يتصلن بها الاف والسي. اكيد الاف راح تعطيها ايرلي ستارت والسي راح تعطيها ايرلي ستارت. طيب يا اهلي حنعتمد هذا لو هذا الاكبر، الرقم الاكبر من بين الرقمين هو اللي تعتمده. هسه هاي لا، ما عتها هاي اللي هي فعالية اتش اللي يصب فيها فقط دي، فتلقائيا شي ينطيها الدي يمشي. كذلك الفعالية اللي بعدها الاي ترتبط فقط بالاتش، فش تنطيها فعالية اتش تمشي بيه. الاي كذلك ترتبط فقط بالبي، لان هذا السهم من نازل من الاف مو راجع هالشكل. لكن عندك فعالية جي، هذا السهم جاي باتجاهها وهذا باتجاهها، فيا فعالية تنطيني ايرلي ستارت للجي اكبر هي اللي امشي بيها بالفورورد. هاي المعلومات ضروري جدا تنتبهولها، تمام عيني؟ لانه هو السؤال ايش راح يجيك يعني بشكل بسيط؟ راح يجيك انه فعاليات مثل هذه وديوريشن والفعالية التي تسبقها. ترسم لي اول شيء المخطط، وانتبه ارجع واقول المخطط ضروري يكون بهذا الشكل. اذا عندك فعاليات اصلية وقتية تكون السوليد لاين للسهم اتجاه السهم، اذا فعالية وهمية يكون الخط مهشر والفعالية ما تسمى باسم اي بي سي وانما اي او بي او سي لكن على داش، الدوريشن مالتها زيرو، تمام عين؟ تحسب لي اكثر من كريتيكال باث واي وتاخذ لي المسار الاقصر، الايرلي ستارت والايرلي فينش هسه تناولناهن. فهاي الامور ضروري جدا تنتبه لها، الموضوع هذا جدا بسيط وما بي اي يعني مثل ما نقول استدارات، واحنا ماشيين بالدايركت فقط. فهاي معلومات ان شاء الله كامله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص الموضوع اللي خاص برسم الشبكه الكريتيكال باث واي ميثود اللي اناليسز مالتها ضمن الاكتيفيتي اون ارو، تقدروا تراسلونا على القناه ان شاء الله بنجاوبكم. نلتقي بكم بالفيديو القادم، دمتم بامان الله وحفظه.